بيم، انا بجد بجد عايزه اشكرك على ايه؟ ان انت وافقت ان احنا نتجوز، واي حد تاني ما كانش هيوافق يعمل اللي انت عملته. صحيح، انت عملت ايه مع الناس في المكتب؟ ندى بس اللي جت النهارده، وانا خايف ان اماني تشوفني مش قد المسؤوليه. فاهمه قصدك. فكره بس ان انا كمان مش هعرف اجي عشان بقى بجدد. مش هينفع ما تجيش. ما انا بجدد الاقامه. مش هينفع ما تجيش. طب انا عندي فكره وممكن نقولها لاماني. عندك فكره دي يعني زي عندك خطه؟ خطه. اللي حصل ده ما كانش المفروض انه يحصل. محدش فيكم جه، وانا كان المفروض اقول لكم على القضيه. وكمان سماح انه بادئ رئاسه، معلش غلطه ومش هتتكرر تاني. قديم، انا اسفه على التاخير. ده ما اسموش تاخير، ده اسمه قله ادب. انت مش شغاله في طاحونه؟ طابونه يا ريس، طابونه. انت مش شغاله في طابونه؟ بعد اذنك انت مش هينفع تشتغلي معانا على اي قضايا لحد ما الاستاذه ما تيجي. بعد اذنك. رام الله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.